تسال المسؤول ونقول له احنا يعني 10 دقائق ما حيصير شيء بين الساعه 3 والساعه 3 و10 العماره مش حترجع ثاني خلاص يعني احنا بدنا اربعه انفار بس اربعه وكلهم لابسين الدروع مش حيروحوا يجيبوا اجهزه قتاليه ولا حيجيبوا حيجيبوا كاميراتهم وشغلهم هذول كانوا في بث مباشر يعني تو كلهم هاي بنشوفهم تو رجعوا كانوا كلهم في المستشفى في مكان وين قتلوا ال10 انفار امبارح في المجزره هذول كلهم هيك الناس الجايه ما في حدا منهم مخرب إذا أعطينا 10 دقائق ساور المسؤول قول له يعني 10 دقائق ما حيصير شيء. يابا اتفضل. كانوا جايين يدخلوا العمارة ولا واحد صار على الناس صار على الناس. احنا محترمين رأيكم يا عمي احنا ما بنقول لكم بدنا نيجي غصب عنكم. أعطينا 10 دقائق. لا أخوي ليش 10 دقائق القريت؟ احنا صار لنا ساعة القريت نفس الناس بدنا شنو الناس يرجعوا للعمارة للبوش بدنا نخدر من شانهم مش مجاني هذا حياتهم مش حياتي. بقول احنا الا نتجادل معك الا 10 دقائق لو في ال 10 دقائق سمحت لنا نروح كان راحوا جابوا الاجهزه تاعتهم ورجعوا يعني احنا مش باكين على الجهاز خلاص انت بدك تسوي سويه احنا يعني تعب عمرنا كله راح باتنا ذكرياتنا حياتنا ضيعتوها بدك تتكلم لي هالوقت على كاميرا ما بدي احكي على كاميرا خلاص ما بدي اللي بدك اسويه انا حسكر واعمل اللي بدك اياه في رب كبير تفضل يا رب صل على النبي اللهم صل على سيدنا محمد لقيت في ناس بالبرج ولا لا؟ لا لا ما في ناس لا لا ما في ناس لا ما في ناس انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج انهار البرج